السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي الكرام، معكم المصور محمد العيادي من مدينة بومندات. اليوم إن شاء الله في الفيديو هذا إن شاء الله نحاول ما أمكن نقربكم شوية من هذه المدينة. هذا أسيدي مدينة بومندات، بالإشارة كتوجد بجهة درعا تفيلالت بالجنوب الشرقي للمملكة المغربية. هذا ورايا دابا هو المدخل الشرقي للمدينة. بقوا معي إن شاء الله، خليكم مع المدخل الشرقي بعد تشوفوا. هنا جهه القشله، جهه القشله ديال العسكر. كاين هنا واحد المنتزه انتم كما كتشوفوا. الاشاره فهادي هاد الوقيته فاش كنصور دابا هاد الفيديو هادي ورا العصر، ما كيكونش الاقبال بزاف على المنتزه، ولكن حنا ممكن ان شاء الله نقربكم ليه تشوفوه مزيان. كما كتشوفوا المنتزه فيه الكراسه ديال الكلاس، وفيه الالعاب. فين كيلعبوا الدراري الصغار. حنا دابا حنا باقيين في نفس المنتزه ديال المدخل الشرقي لمدينه بومندات باقليم تينغير. هذا الصراحه هذا المنتزه هذا كنت صورته وباقى فيه الاشغال عجيب. الاشاره فيه هاد اللعيبات هادو ديال السبورت اللي بغى يدير سبور يتحرك مع راسو. وبالمناسبه عجيب حتى هذا الجرده هذه، هاد المساحه الخضراء اللي فيه تدارت غير بشي شجيرات، صراحه عجيب. خصوصا تدار فيها اسير مع الكاليبتوس. وهذه صراحه رساله عجيب. كنت دار فيها الكازو، ما ظنيتش بلي غادي يبقى هكا، غادي يبقاو يدخلوا الناس وسطو كما راهم دايرين في تينغير. المهم على اين غادي نديروا ان شاء الله، نحاول ما يمكن نديروا جوله في هذا المنتزه هذا. كما قلت لكم في هذا اللعب الالعاب هذه باش كيلعبوا الدراري الصغار. يعني اللي خرج هذا المنتزه هذا غادي يتكلم بعدا في الوليدات بعدا غادي يلقاو فين يلعبوا. هذا الشارع هذا فاش راني دابا هو الشارع ديال الثانويه. غادي نقربكم ان شاء الله شويه من الثانويه ديال بومندات. هذه هي الثانويه ديال بومندات. الثانويه صراحه هي من اقدم المؤسسات التعليميه بالمنطقه. الاشاره في الثانويه هذه هي فاش قريت السبعه والثامنه والتسعه ومن هذا المنبر هذا ان شاء الله كنوجه تحيه خاصه للاطور اللي خدامه في الثانويه هذه، والمديريه والاطور ديال المديريه الاقليميه تينغير، ولرجال ونساء التعليم عامه. هذا البنايه هذه اللي كتشوفوا قدامي هي دار الثقافه ديال المدينه راشده محلوله. نحاول ما ان شاء الله الا بغاو يخليوني ان شاء الله ندير فيها جوله ندخل ليها. قلنا هذه هي دار الثقافه ديال المدينه، غادي نحاول ما امكن نديروا فيها جوله ان شاء الله.
دابا سالينا من دار الثقافه غادي يمشي ان شاء الله لواحد الفندق، واحد لوطيل كاين هنا ديال 5 طوال، وفيه صراحه واحد البانوراما كتشوف المدينه والواحه ديال المدينه. خوا ان شاء الله غادي نحاول ما يمكن نشوف هذا المنظر هذا ان شاء الله، ومن تما نمشي نشوف واحد البانوراما اخرى كاينه جهه المركز نيت ديال المدينه. كما قلنا دابا راني لداخل ديال لوطيل ديال شاروكا، واللي كتعتبر من افخم الفنادق ديال المنطقه، وفيه لابيسين. هو هذا فاش راني دابا راه فيه شي كليان ديالهم كعموما جات فشي شكل نصور لكم لابيسين، على ان شاء الله ناخذكم البانوراما اللي قلت لكم من اجمل البانورامات اللي كيصوروا غالبا السياح بزاف. اولا خصكم تعرفوا بعدا بلي هاد الوقيته هذه فاش كنصور ورا العاصمه الجو ديال التصويره ماشي هو هذاك، ومعلينا التصوير والآلة باش خدامة هو سميتو هي التليفون باش كنصور دابا. على اي مهم الا شفتو التصوير عيان شويه مهم الله انتم معلومين دابا. هذه قلت كما قلت لكم من اجمل البانوراميات اللي كتصور هنا في المدينه، كتشوف كاع الواحه ديال بومال كلها. هذه واحد الواجهه اخرى ديال البانوراما اللي كتشاف من الاخر. الا شفتوا معايا هذه نزوميها شويه، الا شفتوا معايا هذا الطريق هذه هذا الفيراج هذا حتى هو فيه واحد البانوراما زين، حتى هو كيصوروا فيه السياح بزاف. باقي ان شاء الله هو لا شادي منين نمشي دابا ان شاء الله. هذا سيدي اللي كتشوفوا ورايا هو اوتيل قصبه، كذلك من اشهر الفنادق بالمدينه. غادي نحاول ما يمكن ان شاء الله تاوا ندير فيه واحد الجوله، فيه واحد السطح تاوا كيطلع على البانوراما زوينه في المدينه. كما قلت لكم هذا سيدي الاوتيل، واحد الاوتيل تاوا فيه واحد البانوراما واعره صراحه، ان شاء الله غادي نصورها ان شاء الله تشوفوها. نفس البانوراما اللي صورت من هذا الاوتيل هذه، ولكن هذه من جهه هذه ثانيه من زاويه مخالفه اخرى ثاني. هذا اللي كتشوفوه دابا قدامي هو المركز، بالضبط المركز ديال المدينه هو هذا. هذا ثاني اللي كتشوفوه دابا في الصوره هو هذا، نزوميه شويه باش تشوفوه، واخا الزوم هذا كيضرون جي شوف التصوير. هذا هو السوق القديم ديال المنطقه. الان مازال ما وصلتش هذه البانوراما هذه اللي قلت لكم اللي قلت لكم قبيله، باقي ان شاء الله غادي ليها. ها هي البانوراما اخرى ثاني ديال اللوحه من جهه اخرى. هاد الدروج هادو اللي كتشوفو هنا تصورت فيه واحد اللقطة ديال الفيلم عاصفة الصحراء اللي تصور مؤخرا، اللي تصورت فيه لقطات كثيرة بزاف خصوصا في الجنوب الشرقي مؤخرا. فيلم سميتو عاصفة الصحراء، اللي باغي يقلب عليه في اليوتيوب يقلب عليه، راه صراحة فيلم زوين الفراجة. هادي اسيدي الوكالة ديال البريد اللي كاينة في المنطقة. هادي الساحة مؤخرا بدات التهيئات مؤخرا اللي تبدا المدينة، وراها واحد الدوار كيسميوه باللغة ديال المنطقة دوار المخزن.
كما قلنا قبيله هذه هي واحد البانوراما ثانيه اللي معروفه بزاف بومال، ولكن اصلا واخا ولاد المنطقه صراحه ما عارفين طريق المنطقه ديالنا. دابا شفت الطريق هذه صراحه، الطريق هذه اللي كتشوفوا دابا قدامي هي هذه، استغربت منها وسولت، ولكن راه بانت كتبان باللي راها جديده. على اي نصور لكم ان شاء الله هذه البانوراما هذه، من بعد ان شاء الله ندوز على الطريق هذه. هذه كما قلنا هذه البانوراما هذه، اي سائح كيدوز هنا والا كيوقف فيها على اساس ياخذ منها لي سيفينير ديالو. هذه كتبان هنا الواحه قريبه شويه نتوما كما كتشوفوا، ولكن كما قلت لكم قبيله الوقيته ديال التصوير ماشي هذه، ولكن غير جاي كزياره وصافي غير هنا وهذا. هذه اسيدي واحد الطريق جديد اللي بغى يتفادى الديرونج ديالو وصل المدينه، كيدوز من هذا الطريق هذه، وكاين واحد الطريق اخرى كاينه الجهه ان شاء الله نحاول ما يمكن هذا الطريق هذه الجديد اللي ما عمرني شفتها. انا دابا بالضبط كنتواجد بالمركز ديال المدينه. هذه اللي ورايا هي المحطه ديال الطاكسيات اللي كتدي لقلعه مكونه وبومالدات وورزازات. كما كتشوفوا هذا هو المركز، وكاين ثاني هنا المارشي او ما يعرفوا به السوق المغطى، نديروا فيه التواجد ولا ان شاء الله.
هنا فين كانت تمشي دابا هذا هو السوق القديم. ان شاء الله غادي نحاول ما يمكن حتى هو ندير فيه شي لقطات ان شاء الله باش ما يتحرموش الناس اللي كبروا في المدينه وخوها. بالمناسبة هذه المدرسة ديال عمر بن الخطاب. أنا فين قريت المستوى ديال السادس، القسم ديال السادس أنا فين قريته. ومن هذا المنبر راه كنوجه تحية للأستاذ ديالي السي سكدود، السي علي سكدود، مع السي وجرنا. تحية لكم. هذا هو الشارع اللي كيدي للمدينة القديمة، اللي كيدي للسبيطار القديم. الإشارة في الشارع هذا معروف بزاف، فيه الحديثية بزاف. اي حرفه كتقلب عليها والا غادي تلقاها في هذا الشارع هذا. وبالمناسبه كيتواجد جهه السبيطار القديم. عجيب الله سيدي، لا عجيب. لابد غادي نعطيكم هذه المعلومه هذه. بالمناسبه هذه 26 سنه هذه ما شفتش الاستاذ اللي قراني في السات، اللي قراني الماده ديال الفرنسيه، واللي كنوجه ليه تحيه من هذا المنبر هذا. السي وجعونا الله يعمر هذا. بقى لنا دابا الناس اللي كتحب الرياضه والناس اللي عشاق ديال كره القدم. ان شاء الله الوجهه ديالي دابا غادي ان شاء الله نمشي لاشهر او اشهر ملعب كاين هنا واللي معروف بزاف. حنا دابا ان شاء الله غادي جهه اشهر ملعب لكره القدم هنا في المنطقه. ان شاء الله غتبقاو معنا، ان شاء الله تشوفوا ان شاء الله هاد الاجواء. والله يا سيدي لا صراحه عجيب. انتم كي كتشوفوا هاد التيران تبارك الله كما كتشوفوا، لا اله الا الله. شهدنا مهرجان من الاهداف، اربعه في اول اسواد وفي الصف الثاني غاب والاسره.